سؤال برضو بيسألوا كتير من الشباب، وأظن إن ده أهم سؤال يعني في الموضوع، لأنه طبعا يعني الإجابة عليه كتير من الشباب محتاجينها. يجوز أتكلم مع خطيبتي في التليفون؟ طب مش هروح أزور، على الأقل حتى أوفر يعني، ما كل ما بروح أنا باخد هدايا معايا، فيعني خليها كده إيه، خليها اتصالات. نقضيها اتصالات ولا فودافون؟ قصدي يعني نقضيها إزاي؟ المهم يعني ينفع نتكلم؟ أه ينفع تتكلم، بس بقى في اسلوب للكلام هقول لك عليه حالا، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هيجوز اتصل ازاي؟ بدل ما يعني ما ينفعش بقى ان ناخد الموبايل بتاعها. خد بالك فتره الخطوبه يا جماعه الخير حبايب قلبي ربنا يبارك فيكم، دي وعد بالزواج وليست زواجا. بمعنى ايه؟ بمعنى هو لسه اجنبي عنها وهي لسه اجنبيه عنه، لحد الان ما فيش اي علاقه ما بينهم، هو مجرد بس وعدها بالزواج. طب نعمل ايه في الوقت دوت؟ ذوقيات جميله جدا. هنعمل ايه؟ بدل ما ياخد موبايلها نمرة الموبايل وهي تاخد نمرة الموبايل، وده ما يجوز في فترة الخطوبة، لا، ياخد نمرة البيت، ناخد نمرة البيت النمرة الأرضية، وبعدين يتصل بوالدها أو بأخوها. السلام عليكم يا عم، إزاي حضرتك، عامل إيه، ربنا يبارك لي في عمرك، والله العظيم وحشني جدا وأنا سعيد جدا بلقاء حضرتك وبمعرفة حضرتك، وكلمتين، مش يعني كلمتين ويقول له يعني إيه مع السلامة بقى ودين الأخت، لا يعني يتكلم معاه ويدردش معاه شوية، وبعدين في نهاية الكلام بعد 5 دقائق مثلا ولا حاجة، طب تأذن لي يا عم إذا حضرتك أذنت اني اتكلم مع الاخت في وجود حضرتك. يا سلام على الادب. اتفضل يا ابني. هيدي التليفون لبنته، بنته هتتكلم، سلام عليكم، عليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك، هيدردشوا مع بعض، يعرف وجهة نظرها، تعرف وجهة نظره، يدردشوا مع بعض ويتكلموا مع بعض في وجود مين؟ في وجود والدها. والدها ما يقومش من جنبها، او اخوها مثلا يكون برضو اخوها ما يقومش من جنبها. ليه؟ عارفين ليه؟ علشان ما يتطرقش الموضوع لكلمات عاطفية، يقعد يقول لها بحبك وتقول له بموت فيك ويقول لها مش عارف ايه والكلام ده كله، هنخش في معاصي ومشاكل، الجوازه هتتنزع منها البركه لو احنا لجأنا لهذا الاسلوب. عشان كده بقول باسلوب جميل جدا وبسيط جدا، سلام عليكم يا عم، يسلم على عمها، على والدها او على اخوها، ويدردش معاها شويه ويستأذنه في انه يكلم الاخت، هيتكلموا مع بعض. ليه؟ طب لو تتراكم الامور العاطفيه فيها مشكله ايه؟ فيها معصيه، والمعصيه لو دخلت في الزواج من اوله تنزع البركه. الحاجه الثانيه انه ممكن يكون بيسجل المكالمه، وانتوا عارفين احنا في عصر يعني الانفتاح العالمي وفي مرحله تقنيه عاليه جدا، ممكن يسجل لها المكالمه سواء على موبايل او على تليفون عادي، وممكن يذلها بالمكالمه ديت لو انها تطرقت وقالت كلمه عاطفيه غصب عنها، في اللحظه ديت ممكن عياذا بالله يوقف حالها ويذلها العمر كله بالمكالمه ديت. عشان كده بنقول يعني ان الانسان لما يتقي ربنا، ربنا بيبارك له وييسر له حاله كله.